بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والسمو، دولة السيدة تريزا مي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة، حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي باسم إخواني قادة دول مجلس التعاون وباسمي أن أشكر دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة السيدة تريزا مي على حضورها هذا الاجتماع الهام في أول زيارة رسمية لها للمنطقة كضيفة شرف في هذه القمة، والتي تحمل دلالات بالغة الأهمية تعمل على تقوية مسيرة التعاون التاريخية العريقة التي تجمع المملكة المتحدة بدول مجلس التعاون لأكثر من 200 عام، ونتطلع بأن تثمر مباحثاتنا اليوم عن آفاق أرحب من التعاون نستشرف من خلالها طبيعة ومتطلبات مرحلة العمل المقبلة بين الجانبين، لنصل إلى اتفاقات وقرارات نوعية جديدة للبناء على ما تم إنجازه عبر تبادل المرئيات والخبرات لمستويات أكثر تقدماً في المجالات كافة، وخاصة السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، والتركيز على تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص، واستثمار الفرص الكبيرة والواعدة من خلال خطة عمل محددة وواضحة تعتمد الآليات المناسبة لاستمرارية التشاور والتعاون والتنسيق، وبما يوثق من علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة المتحدة الصديقة. أصحاب الجلالة والسمو، إن عقد مثل هذه القمة بما تحمله من أهداف وتوجهات حيوية وجوهرية على صعيد علاقات دول المجلس والمملكة المتحدة لهو قرار موفق وتوجه مبارك لأهمية ما تشكله التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة، والحاجة إلى التقارب والتنسيق المستمر لحفظ مكتسباتنا كشعوب ودول محتضنة للبناء والتنمية ومحبة للسلام والاستقرار، وأننا على ثقة تامة بأن مسيرة العمل المشتركة بين الجانبين ستشهد نقلة نوعية بالنظر إلى طبيعة العلاقات الودية الوثيقة التي تربطنا بالمملكة المتحدة والقائمة على أسس الثقة والاحترام المتبادل. شاكرين حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.